الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. بعد أن انتهينا من صفات المعاني، نتحدث عن مبحث مهم جدا، ألا هو تعليق صفات المعاني. ما هو التعليق؟ التعليق هو اقتضاء الصفة أمرا زائدا على قيامها بالذات يصلح لها. كيف يعني؟ الآن حينما أقول علم، علم يعلم، يعلم ماذا؟ إذن هناك معلوم. إذن ما دام تعلق العلم بالمعلوم هذا اسم التعلق، اقتضاء العلم معلوما هذا اسم التعلق. السمع يقتضي مسموعا، إذن هذا اسم التعلق، يعني اقتضاء السمع مسموعا هذا تعلق. فإذا هو أمر زائد على الصفة تقتضيه هذه الصفة، هذا يسميه العلماء التعلق. وصفات المعاني هذه منها ما يتعلق بأقسام الحكم العقلي الثلاثة، الواجب والمستحيل والممكن، ومنها ما يتعلق بما هو دون ذلك كما سنفصل. نبدأ بما يتعلق بأقسام الحكم العقلي وهما العلم والكلام. علم الله تعالى وكلام الله تعالى يتعلقان بالواجب والمستحيل والممكن. كيف يتعلق علم الله تعالى بالممكن؟ قلنا كل بالواجب يعلم ذاته سبحانه وتعالى، يعلم صفاته سبحانه وتعالى، يعلم كل ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى وأحكام الربوبية، فهو يعلمه، يعلم ذاته. إذن هنا تعلق بالواجب. يعلم المستحيل أن هذا لا يكون، وأنه يعني ممتنع لذاته، فهذا علم. الممكن شيء واضح كما تحدثنا في صفة العلم، صغير كبير جزئي كلي، الفيروس أصغر من الفيروس، كل شيء يعني أجزاء الأجزاء، أي أصغر شيء لا يتجزأ في الكون الله سبحانه وتعالى يعلمه. إذن العلم والكلام يتعلقان بأقسام الحكم العقلي الثلاثة. القدرة والإرادة، هاتان الصفتان تتعلقان بالممكنات، وهذا هو الكلام المهم الذي نريد أن نقف عنده قليلا. كثير من الناس ولا سيما من خارج دائرة أهل الإيمان، لا أقول أهل الإسلام، يعني ليس عنده إيمان بالإله أصلا، من الملاحدة، وهذا كان شائعا في عصر الماركسية، لا يفهم معنى الربوبية ولا معنى الألوهية ولا يفهم معنى الله سبحانه وتعالى، فيسألون سؤالا باردا سخيفا، ما هو؟ يقول هل يستطيع الله تعالى أن يخلق مثلا صخرة يعجز عن حملها؟ هذا السؤال. والبسيط الذي لم يقرأ شيء من كتب علم الكلام ربما يقف عنده ويفاجأ بهذا السؤال، أو يسأله هل يستطيع الله تعالى أن يعدم ذاته العلية فلا يكون إله في الكون، أو أن يوجد معه إلها آخر قديما. كل هذه أسئلة ممنوعة. لماذا ممنوعة؟ لأن الإرادة تخصص الممكن، إذا لا علاقة لها بالواجب ولا علاقة لها بالمستحيل، لأن المستحيل ممتنع لذاته. ما معنى لذاته؟ يعني ليس للعجز عنه، ليس معناه إذا ما تصور قادر عليه سيكون، لا، هو يمتنع مطلقا، فامتناعه ليس لشيء خارجي، فإذا ما زال ذلك الشيء الخارجي يعود، لا، امتناعه لذاته، فالمستحيل لا يكون أبدا، وكذلك الواجب لا ينعدم أبدا ولا يزول. فالقدرة
يعني حينما يسألون هذا السؤال يخلق صخرة يعجز عن حملها، ما معنى؟ تعال نفسرها بطريقة منطقية. يعني هل يستطيع أن يكون غير مستطيع؟ هذا معناه، يستطيع غير مستطيع. يستطيع صنع صخرة، غير مستطيع يعجز عن حملها. ما الذي حصل؟ اجتماع النقيضين، هذا محال عقلي. قل سؤالك غلط، قل له سؤالك لا يصح أصلا، لأن معناه تريد اجتماع النقيضين والنقيضان لا يجتمعان، فهذا محال، محال لا يكون. فالقدرة، قلنا الإرادة تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه من وجوه الإمكان، فهي تتعلق به فقط لا تتعلق بالواجب. فالله تعالى يقبل التغيير أصلا، فضلا عن أن يقبل الزوال، التغيير لا يقبله، فكيف الزوال؟ فالسؤال باطل، لأنه سؤال سخيف معناه ينقض بعضه بعضا، السؤال يعني غير متسق أصلا، لأنه يلزم منه محال. إذن الإرادة والقدرة تتعلقان بالممكن، الإرادة تخصصه، القدرة توجده. وهنا يأتي السؤال، طيب قدرة الله تعالى أليس فيها تحديد حينما نقول تتعلق بالممكنات؟ لا، ليس فيها تحديد، لأن الواجب والمحال ممنوع أصلا. يعني لا، يعني كون القدرة توجهت إلى الواجب أو توجهت إلى المستحيل انت يعني زالت أصلا قضية الألوهية، ذهب كل شيء. لماذا؟ لأن زوال الواجب معناه انتقاض أصلا وجود الربوبية وانتقاض وجود الأكوان، والأكوان موجودة، إذن لابد من رب لهذه الأكوان. فهذا ليس تحديدا لها، لأن حينما نقول إن الله على كل شيء قدير ثم نقول إن الله على كل شيء ممكن قدير، تصور بعض الناس كابن حزم الظاهري أن هذا فيه نوع من التحديد. أبدا، هذا شيء يسميه العلماء دلالة الاقتضاء. ما هي دلالة الاقتضاء؟ الكلام يحتاج إلى تأويل عبارة حتى يصح. فأقول مثلا إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء ممكن قدير. لماذا؟ لأن الواجب ليس داخلا تحت القدرة، لأنه إذا دخل تحت القدرة لم يعد واجبا، ونحن قلنا إنه واجب. والمستحيل إذا دخل تحت القدرة لم يكن مستحيلا، إذن صار ممكنا، فانقلب الموضوع. يستحيل أن يتغير الواجب إلى ممكن، لأن حقائق الأشياء ثابتة. والمستحيل يستحيل أن يكون ممكنا فضلا عن أن يكون واجبا. فوجوده تحت القدرة أو تحت الإرادة ينفي أصل الموضوع. فالقدرة والإرادة تتعلقان بالممكنات. فحينما جاء الشيخ ابن حزم وأتى بظواهر الآية القرآنية التي تدل على ماذا؟ إن كان للرحمن ولد لو أردنا أن نتخذ ولدا أكذا هذه، فجعلها على ظاهرها، فضحك العلماء واستغربوا، قالوا هذا يعني شيء مضحك بسبب الغلو في الظاهرية. كيف؟ هو افترض أن الله تعالى قادر أن يخلق إلها، طيب كيف يخلق إلها؟ طيب خلق يعني حادث، طيب وهذا الإله كيف يكون؟ سيكون إلها يعني قديما، طيب كيف مخلوق وقديم بعين واحد؟ اجتماع النقيضين محال عقلي. فالعلماء حينما تعقبوا هذه الآيات قال في كل آية من هذه الآيات في آخرها الله تعالى يمنع هذا، يقول سبحانه، إذن هذا محال. نعم، وقد توسعنا في الرد على هذا بشكل كبير جدا، من أراد أن يرجع إليه في هذه القضية، لأن قضية موجزة، في كتابنا معايير القبول والرد لتفسير النص القرآني، فصلت الكلام فيها تفصيلا واسعا في الرد على ابن حزم في هذه المسألة. الطرف المقابل
وهو المدرسة التي يعني المادية، هو أحسن اسم لها. بعض الناس سماها المدرسة العقلية الحديثة، هي ليست عقلية لأنها تحارب العقل. المدرسة المادية الحديثة التي أسسها جمال الدين الأفغاني واتبعه تلميذه محمد عبده ثم رشيد رضا، الذين يؤولون كل شيء من الممكنات، يعني النار تحرق، النار صارت بردا وسلاما على إبراهيم، الملائكة قاتلت مع النبي عليه الصلاة والسلام، الطير الأبابيل، فأولوها تأويلات باردة. لماذا؟ قال لأن هذا غير معقول. لا أبدا غير معقول، ليس غير معقول، كلها معقولات، كلها معقولات، لأنها داخلة تحت الإمكان العقلي. فتأويلاتهم لها تأويلات باردة غير صحيحة. لعلنا نفرد هذا الكلام بتسجيل خاص يكون أفضل، لأن الكلام فيه طويل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.